وهنا البداية وهنا انطلاقة هذه المواجهة، المواجهة الأخيرة من بطولة كأس الأردن لشباب كرة القدم، والتي تجمع كما قلنا الزعيم أمام الإنجليزية اف سي. من تسديد الآن، كرة تلعب الآن ولكنها تبعد من إحسان شردم. حاتم العبادي فيها خطورة، جول 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 حاتم العبادي. ليث او حاتم العبادي، حاتم يدخل فيها جول، فيها جول، هاي الثاني هاي الثاني هاي الثاني هاي الثاني، طلي الى الامام الى ادم، وهذا هو هذا هو هذا هو، هيها 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 انهاها. لا يا كنان في الابعاد، كنان الممتاز، كنان في القراءه الرائعه. سيف سيف تسديده لكنها تنتظم فيها، فيها خطوره، جول، هدف التقليص، هدف عبر سيف ابو غزاله. تسع نقاط تسديده، واو حاتم العبادي بهذه الكرة، وابو غزالي في الجول في الجول في الجول. فيها 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 تسديدة، مرت بجانب القائم الأيسر بمليمترات، عكسية فيها جول، ادم الخلالي، جول 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 جول، ولكن هيا 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 هون قطعت، هل يفعلها ليث؟ فيها جول، فيها جول، تسديدة ولكن الابعاد.